على اتحاد الكرة. اولا على حد علمي ان من يومين نيابة الثورة طلبت حضرتك عشان تتكلم معاك، ويمكن قعدت مع حضرتك اكتر من 4 ساعات. ايه سبب يعني استدعاء حضرتك من قبل نيابة الثورة؟ والله كابتن خالد، هو كان الاستدعاء عشان موضوع ماتش المصري الاهلي والمصري، وكان بس يعني عباره عن معلومات بالنسبه للاتحاد ودور الاتحاد في تنظيم المباريات، ودور الاتحاد في اقامه المباراه او عدم اقامتها، دور الحكم في انه كان ينهي، يعني حاجات استرشاديه. انا طبعا ما كنتش موجود في الوقت اللي حصل طبعا فيه. انا عشان كده انا بسال، يعني حضرتك مش كنتش متواجد في، يعني الكلام ده من سنه وانت حضرتك لسه موجود بقالك شهر او شهر ونص، يعني ايه السبب، يعني ايه مدى معلوماتك؟ انت راجل لسه جاي يعني. وما انا اقول لحضرتك كانت المعلومات نتيجه بس يعني ان انا كمدير تنفيذي الاتحاد فمسند الي اداره الاتحاد، فهم كانوا عاوزين يعرفوا دور الاتحاد في تنظيم المباريات. قبل كده هم طبعا طلبوا المهندس مازن مرزوق باعتباره رئيس لجنه المسابقات، تمام، ما كانش برضو، كان كابتن عامر حسين هو رئيس اللجنه، صحيح. فهي عباره عن اراء استرشاديه قبل الحكم بتاع 9-3. يعني نيابه الثوره دي كان اراء استشاريه على حسب ان هيكون في الحكم 9 مارس، يعني بيحاولوا ياخدوا كل المعلومات وكل الاراء عشان يوصلوا لنتيجه الحكم، ولا ايه؟ مش فاهم. بالنسبه لي انا كواحد ما كنتش موجود، وبالنسبه للمهندس مازن يعني انا في ناس بتسال تاني، لكن انا بقول لحضرتك سبب استدعائي انا وسؤالي عن يعني دور الاتحاد في تنظيم مباراه الاهلي والمصري في 2012. ملهاش علاقه انا كنت موجود او ما كنتش موجود، تمام حضرتك، لكن هو بياخد يعني ضوء كده عن اداره الاتحاد للمباريات، بيبقى التنظيم ازاي، مين المنوط بيه ان هو يدير الامن في الماتش، مين المنوط بيه ان هو صاحب قرار انهاء المباراه، هل الحكم، هل مراقب المباراه، كلها اراء يعني ارشاديه بالنسبه له كمحقق في الموضوع يعني. تمام. على العموم الحكم هيكون يوم السبت اللي جاي 9 مارس، الحكم النهائي في هذه القضيه ان شاء الله. تمام. استاذ العميد، عايز اسال سؤال، لان برضو جات لي معلومه تعيين حسام حسن وابراهيم حسن نائب لي في لجنه شؤون لاعبين ولا جمعيه المحترفين، انا مش فاهم حاجه، هل الكلام ده معلومه صحيحه ولا لا؟ انا لسه الاجتماع يعني منتهي من حوالي ساعه بالظبط يعني او نص ساعه. فالاجتماع من الساعه 12 الظهر لسه منتهي الساعه 10 بالليل. فكان يعني معرفش القرار جه لحضرتك بسرعه كده، كان من ضمن القرارات تعيين الكابتن حسام رئيس لجنه اللاعبين المحترفين، وهو يعني هيكلف بتشكيل اللجنه معاه مين، على اساس ان اي لاعب محترف فيه مشكله ولا حاجه تبقى هي اللجنه منوط بيها بحث مشاكل اللاعبين المحترفين. طيب هل ده دي اللجنه اللي كان بيترأسها كابتن مجدي عبد الغني؟ لا، الكابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعيه شؤون اللاعبين المحترفين. دي لجنه، دي جمعيه مشهره. وجمعيه لها يعني هيكل اساسي ونظام اساسي، والكابتن مجدي هو رئيس الجمعيه. اما دي لجنه من لجان اتحاد الكوره، هي مشكله حديثا يعني. لكن دي زي لجنه المسابقات، زي لجنه شؤون اللاعبين، فهم المجلس راى ان يبقى فيه اللاعبين المحترفين ليهم رئيس للجنه، ان يكون اي حاجه ليها شان او ليها مشكله تتفحص عن طريق لجنه شؤون اللاعبين. طيب هل دي مالهاش علاقه بطلب كابتن مجدي عبد الغني ان هو يكون موجود جوه الاتحاد وكده؟ كابتن مجدي كان طلبه مش يكون جوه الاتحاد، هو طلب الكابتن مجدي انه يكون عضو في الجمعيه العموميه. واحنا طبعا كلام الكابتن مجدي كل مكاتباته ردينا عليها وبعتناها لوزاره الرياضه بدايه، ثم بعتناها للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي رد علينا، انا بعت الكابتن مجدي الرد بتاع الاتحاد الدولي بشان هذا الموضوع. طيب طبعا اختيار حسام حسن رئيس لجنه المحترفين ده شيء طيب جدا داخل اتحاد الكره المصري، ولكن الا يتعارض وجوده كمدير فني لنادي مصر المقاصه مع اللجنه المستحدثه داخل اتحاد الكره؟ والله كابتن خالد، هو اولا يعني نتيجه القرار النهارده ده اقل تكريم يتعمل للكابتن حسام، ودوره كمدير فني ما بيتعرضش، لان ده ملهاش علاقه بادارته للمباريات او كده، ده لجنه شؤون اللاعبين المحترفين. تمام. يعني لما يكون في مشكله اصلا اللجنه بتجتمع كل شهر. طب هسأل سؤال سيادة العميد، هل ده نوع من التكريم لكابتن حسام حسن، ولا على ارض الواقع دي لجنه مفعله؟ لان انا لازم يكون هناك اختصاصات
ما بين لجنة شؤون اللاعبين ولجنة شؤون اللاعبين المحترفين، لأن بالآخر كده كل اللعيبة اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز محترفين. فمين اللي افرض في مشكلة، هيروحوا للكابتن حسام حسن رئيس لجنة المحترفين ولا يروحوا لرئيس لجنة شؤون اللاعبين؟ والله يا كابتن خالد هو يعني نوع من التكريم نمرة واحد. نمرة اتنين دور الكابتن حسام ايه؟ عشان لجنة جديدة فلسه اللائحة بتاعت اللجنة هتحددوا الاختصاصات يا سيادة العميد، هيكون في تحديد الاختصاصات. طبعا طبعا اختصاصات لا تتعارض مع لجنة شؤون اللاعبين، يعني هتختلف عن لجنة شؤون اللاعبين. طيب هل هناك في الاجتماع اهم يعني اللي طلعتوا بيه من اجتماع النهارده اللي قعد زي ما حضرتك بتقول حوالي 10 ساعات؟ اهم قرار يا كابتن خالد اللي هو البث الفضائي. انت يعني متاكد ان في شويه حاجات كده بتحصل، في شويه تعارض ما بين القنوات، احنا في اربع قنوات اللي تم التعاقد بينهم وبين الاتحاد. تمام. فلجنه البث اجتمعت النهارده في النادي الاهلي. برئاسه كابتن حسن حمدي وكابتن ممدوح عباس. تمام. اخذوا قرار ان الدور الاسبوع السادس اللي هو هيبدا يوم الاثنين مفيش بس لاي قناه من القنوات الا بعد دفع كافه المستحقات الماليه للاتحاد. تمام. او للانديه، يعني الاتحاد والانديه. تمام، عشان دي فلوس انديه. فبالتالي كان اول قرار اخذناه النهارده كابتن خالد ان هو اعتماد توصيه قرار لجنه البث بعدم اذاعه مباريات يوم الاثنين الا بعد التعاقد الرسمي ودفع كافه المستحقات وفقا للشروط اللي لجنه البث فرضها على القنوات يعني. طيب معلش، هل الاربعه دول في حد متاخر في الفلوس؟ هو بص يا كابتن خالد، احنا كان في نوع من المرونه من المرونه في الـ مع القنوات عشان الامور تمشي. انت عارف حضرتك برضو كان الدوري كان الاتحاد حريص جدا ان الدوري يكمل والدوري يستمر والدوري يرجع والكره ترجع. تمام. بالتالي كان في مرونه في التعاقد مع القنوات يعني. اخذنا شيكات يعني، هما كقنوات دفعه كلها شيكات. واخد بال حضرتك؟ لكن هو اللجنه رأت ان الشيكات ما تكتفيش بالشيكات، لازم تكون في سيوله او دفع نقدي. لان في ساعات الشيكات بتترد ساعات. فبالتالي يا كابتن خالد انا بعت جوابات النهارده لجميع القنوات او الثلاث قنوات، في قناه تمام دفعه، في ثلاث قنوات كلها شيكات، ان اللي مش هيدفع بكره حد اقصى بكره يوم الاثنين مفيش اذاعه اي مباراه الا بعد تمام الالتزام المالي. هل في قناه جديده؟ يعني انا عارفين ان مدر دفعت، كان الاهلي والنهار والحياه متاخرين، دول الاربعه. هل في قناه كان يقال القاهره القاهره والناس هتاخد، كان يقال ان المحور هتاخد، كلام من هذا القبيل ولا مفيش حاجه على ارض الواقع؟ والله يا كابتن خالد بالنسبه للقاهره والناس هو قدموا العرض فعلا، وان شاء الله باذن الله اعتقد ان هيتم التعاقد بكره. يعني هو المندوب ما جاش بتاع القناه النهارده، لكن اعتقد احتمال بكره يتم التعاقد مع القاهره والناس. في جزئيات ثانيه هيتم برضو العرض عليها، اللي هي ميني ماتش والحاجات الاجزاء اللي هي الهايلايتس اللي هي خمس دقائق الاهداف واهم الفرص الضائعه والتحكيم والحاجات دي. تقريبا ان شاء الله باذن الله الكلام ده هيتعرض على اللجنه، هتاخد بيه قرار لجنه البث قرار بيها على اساس ان احنا نعرضها على القنوات اللي هي ما تعاقدتش مع الاتحاد. صحيح، اللي هي مش قادره تدفع فلوس الدوري بالكامل، فبتاخد هايلايتس مثلا مدته خمس دقائق، او تاخد ميني ماتش اللي هو الماتش بيبقى ربع ساعه، بيتلخص في ربع ساعه ساعه، ويكون اعاده مش على الهوا طبعا. المجلس وافق على الكلام ده النهارده، وكلف المهندس ايهاب ليطه انه هيعرض على لجنه البث باعتباره ان هو عضو في اللجنه. تمام. على اساس ناخد قرار بيها. ده بالنسبه للبث الفضائي. تمام. خدنا قرار النهارده ان منتخب الشباب كابتن ربيع ياسين هيسافر المغرب باذن الله معسكر اربع ايام من يوم 10. هيلعب ماتش في المغرب. ويطلع من المغرب على الجزائر ان شاء الله عشان بطوله الامم الافريقيه باذن الله، اعتبارا من يوم 16 هيكون في الجزائر باذن الله. هترأس بعثه المغرب الدكتوره سحر الهواري. في الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، والاستاذ محمود الشامي، والاستاذ احمد مجاهد هيسافروا برضه من المغرب عشان الجمعيه العموميه لشمال افريقيا. اتحاد شمال افريقيا. ده برضه هيسافروا ان شاء الله باذن الله يوم 8 باذن الله. تمام. خدنا قرار برضه سفر البعثه بتاع قطر ان شاء الله المنتخب الاول. هيكون السفر يوم الاربعاء باذن الله. رئيس البعثه الكابتن المهندس ايهاب ليطه. تمام. والعوده على طياره خاصه باذن الله يوم الخميس.
ان شاء الله. ده بالنسبه للمنتخب، منتخب مصر الاول يعني. تمام. والزمالك هيلعب يوم الجمعه، والاهلي هيلعب تقريبا يوم الاثنين، صح كده؟ مفيش اي تعديل في جدول المباريات، مفيش اي تعديل عشان اي سفريات. الكلام ده اصلا قرار متاخد من المجلس ان مفيش تعديل في الجدول النهائي حتى نهايه الدوري. كان في كلام ان المقاولين عايز يلعب ماتشه في الجبل الاخضر مع الاسماعيلي، لم يتم الموافقه تقريبا، صح؟ بص يا كابتن خالد، المقاولين سمح لي الامن سياده اللواء اسامه الصغير. اتفضل معايا يا كابتن خالد. مع حضرتك. وافق للمقاولين، المقاولين كان بيلعب في اصلا في استاد جهاز الرياضه. تم لما حصل فيه اصلاحات في جهاز الرياضه طلب ان هو يلعب على نادي المقاولين على ملعبه في الجبل الاخضر. تمام. وافق اسامه بيه، وافق على مباريات اللي من غير جماهير. هي طبعا كل ماتشات غير جماهير، بس الانديه ذات صفه جماهيريه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي هيلعبوا خارج نادي المقاولين العرب. تمام تمام. هل في حاجه ثانيه يا سياده العميد؟ في بعد كده النهارده برضو اخذنا قرار بالنسبه لاعتماد لجان التشكيل لجان المسابقات في المناطق كلها. تمام. اعتمدناها النهارده. باذن الله هيتشكل لجنه لاداره مباراه مصر وزيمبابوي ان شاء الله، هي يوم 26/3 ان شاء الله. هتخلي المباراه دي مهمه جدا لوصولنا لكاس العالم باذن الله. ان شاء الله. وده طبعا حلم مصر كلها يعني. فهنعمل لجنه، تشكل لجنه برئاسه رئيس الاتحاد والمهندس حسن فريد والكابتن احمد مجاهد والكابتن سيف زاهر. على اساس ان اداره المباراه، يعني احنا عاوزين المباراه تطلع بشكل كده ان شاء الله حضاري جدا. ان شاء الله كابتن خالد هيبقى في جماهير في مباراه مصر وزيمبابوي في استاد برج العرب ان شاء الله، وفي حوالي 30,000 باذن الله. طب والله حاجه كويسه جدا. منتظرين موافقه الامن باذن الله على هذا الموضوع. تمام. سياده العميد بشكرك وبتمنى لك دايما التوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن خالد، ربنا يخلي حضرتك وعلى شكرا.